جوابات الأسطح راجل قط العامل في السد العالي إلى زوجته فاطمة أحمد عبد الغفار في جبلاية الفضل. الجوهرة المصونة والدرة المكنونة زوجتنا فاطمة أحمد عبد الغفار، يوصل ويسلم ليه في منزلنا الكاين في جبلاية الفضل. أما بعد، لذا كنت هاوت كسوفي على التأخير والله ما كنت حخط بيدي حرف. سامحيني يا فاطمة في طولة الغيبة عليكم، وأنا خجلان خجلان، وأقول لك يا زوجتنا أنا خجلان منكم من هنا للصبح. شهرين دلوقت من يوم ما عنيك يا فاطمة بلت شباك القطر، لسوعت بدمعك ظهر يدي، لحظتها قلت لك قبل ما اوصل عتلاقي جوابي جاي، نهنهتي وقلتي لي بعتاب النبي عرفاك كذاب نساي وحتنسى اول ما حتنزل فسوان. ما عرفت ساعتها يا مرتي اضحك ولا ابكي، ما عرفت ساعتها اذا كنت بعوز القطر يوقف ولا يولي. حسيت بعينيك يا فاطمه بتقولي وتسكت وتقولي، حسيت واليد بتخطفها يد الجدعان، بالقلب في جوفي معافن كان بردان دفيان، والبت عزيزه والواد عيد جناديل في الجوف، زي ما بتضوي بتقيد، والقطر اتحرك وقليبي بيتنقل من يد الايد، اتدلدلت بوسط من الشباك، خدي بالك من الولد راعي عزيزه وعيد، والقطر صرخ ورمح لكأنه داس على بصة نار، ولقط الحس قريب قد ما كنت بعيد، قلبي معاك يا حراجي هناك في صوام، ورميت نفسي وسط الجدعان وبقيت. وبلدنا اللي كنا بنمشيها في نص نهار كان القطر في لحظة فاتها بمشوار. سامحيني يا فاطمة على التأخير، ولو الورقة يا بت الخال تكفي لأعبيلك بحر النيل والله بكفي كلام. وختاما ليس ختام، ببعتلك ليكي والناس الجبلاية والبت عزيزة والواد عيد ألف سنة، زوجك لسطى حراجي. ملحوظة اكتبي على المظروف أسوان، زوج الغالي لسطى حراجي القط العامل في السد العالي. أسوان زوج الغالي لسطى حراجي القط العامل في السد العالي، زوج حراجي فوصلنا خطابك، شمينا فيه ريحة الأحباب، ربنا ما يوري حد غياب. طب مش أول مرة البسطاوي خط عتبة الدار، عمرنا يا حراجي ما جالنا جواب. النبي ساعة مرزوق البسطاوي ما نده كده زي ما كون دقت في حشايا النار، زي ما كون العمر بيسدو بعد ما كان كده. اتأخرت مسافة كبيرة كبيرة علي، عارف فاطمة يا حراجي لا ليها عايل ولا خي، ليه تتأخر كده يا حراجي؟ طب والنبي وكأن ورقتك دي أول قنديل يتهز في جوف الدار، أول ندع الضو الدار من غيرك يا ابو عزيزه هو، وعزيزه وعيد من غيرك يا حراجي زي اليتمى في العيد. الواد على صغره حاسس بالغربه وبالبعد، ولا عاد حتى بيطلع يلعب في الجماري مع الولد، اطلع واخش اطلع واخش القاه غيمان زي اللي محروق له دكان، ويقول لي فين يما صوان، وابا سابنا ليه يما ما يمكن زعلان. شهرين يا بخيل، ستين شمس وستين ليل، النبي يا حراجي ما طول قلبك لاقطع بسنان الحتة القاسية فيه. كل الجبلاية سلم فردا فرد، من الحج طلب حامد لعيلة بيت علي سعد، وان شاء الله يا حراجي ما يوريني فيك يوم، وان شاء الله تكون اتعلمت ترد قوام، وما دمت احنا رسينا على العنوان والله ما حنبطل بعتها مفهوم. أسوان
زوجي الغالي لصطح راجل قط العامل في السد العالي. زوجتك فاطمة أحمد عبد الغفار جبلي.